سواء هذا كان موظف محلي او رسول ملكي، يعني حرم على الاداره الملكيه، يعني ما ينفعش دلوقتي احد اصحاب الرئيس او احد ابناء الرئيس يفعل هذا الفعل او ذاك باعتباره قربه من الاداره، هو محرم ده مباشره. وقد عملت جلالتي هذا بقصد ان دخل هذا المعبود وهو والدي بتاع الكائن يدوب بدوره رب العالمين يبقى سالما في كل الابديه. وقد قررت فضلا عن ذلك ان يستمر ما فعله الاجداد، ده مش بس اللي انا عملته، ده كل اوقات الاجداد وكل هبتهم بيرجع يقررها ويأكد عليها. يعني خد ارض الالهه الثانيه مش بس الارتاح، هو راعى ان كل الاراضي اللي كانت مخصصه للارتاح او للارباب الاخرين في هذا الاقليم تعاد لهم بعد ما تم اغتصابها في فتره القلاقل اللي خاصه باسطول 25 26. واعادها بالكامل، ومش بس كده اعادها ومنع فيها اعمال سخرة او اي حجه تكون من موظفي الاداره الملكيه او القصر الملكي او قصد الملكي او اي شيء. ممنوع تماما اي تدخلات في هذه الارض، ولا بحجه الزراعه ولا الري ولا بحجه الملكيه. يعني بيحميها حمايه كامله. يعني ولا الملك نفسه يقدر يتصرف بعد ما طلع القرار ده. ده اللي كان عايز يقوله. ومش بس كده، ده المعابد دي كلها بيقول انها مش بس اللي انا عملته ده، ولكن كمان الحاجات القرارات والفرمانات اللي عملها اجدادي الملوك السابقين انا باكدها وبضمنها وبرجعها كامل. عشان كده قلت قررت ان ولا الملك نفسه يقدر يتصرف بعد ما طلع القرار ده. ده اللي كان عايز يقوله. ومش بس كده، ده المعابد دي كلها بيقول انها مش بس اللي انا عملته ده، ولكن كمان الحاجات القرارات والفرمانات اللي عملها اجدادي الملوك السابقين انا باكدها وبضمنها وبرجعها كامل. عشان كده قلت قررت ان يستمر ما فعله الاجداد في معبد بتاح الكائن بنو بدر، والمقصود ان ما فعلته يمكن ان يستمر بواسطه الخلف. ادى معلومه مهمه جدا، انا بعمل كده وبحفظ اللي عمله اجدادي ليه؟ عشان اضمن كمان اللي انا بعمله احفادي هيضمنوه ويستمروا بقائه. قد كده المصري عنده رقي وتاكيد على سمات اللي انا بعمله ده مش بس لنفسي، انا عشان ااكد انه كمان الاخرين هيفعلوا بالمثل. انا بدي قدوه حسنه ان انا ما اتعدتش على ما فعله الاجداد، وبالمثل بنتظر من الاحفاد ان يفعلوا لي ما فعلته الى اسلافي. لا يمكن ان يستمر بواسطه الخلف او الاحفاد لاي عمر من السنين كما فعلته انا. وقد وجه امر لمفتش الكهنه والشفيين الكهنه في كل المعابد الخاصين بخدمه المعبود لهذا الاقليم الا تكون هناك اي عقبه في سبيل هذا الدخل. يعني مش بس ادى نسخه للاداره الملكيه وادى نسخه للادارات الخاصه باداره الزراعه والارض والري، ادى نسخه كمان لكبار الكهنه والمفتش المعابد. وقد وجه امر لمفتش الكهنه والشفيين الكهنه في كل المعابد الخاصين بخدمه المعبود لهذا الاقليم الا تكون هناك اي عقبه في سبيل هذا الدخل. يعني مش بس ادى نسخه للاداره الملكيه وادى نسخه للادارات الخاصه باداره الزراعه والارض والري، ادى نسخه كمان لكبار الكهنه والمفتش المعابد المشرفين على تفتيش المعابد. يعني زي ما بنقول احنا بنعمل ارشفه دلوقتي، اي وثيقه بيطلعوا منها ثلاث صور تروح لاكثر من جهه وكل جهه بتنفذ المخصوص الخاص بيها فيه. واي موظف اداري محلي او رسول ملكي يعصى متن هذا المنشور او يمكنه ان يسبب اي عائق له، لان الجزء ده مهشم الحداني، بسبب ذلك سيعاقبه البيت العظيم. والمقصود هنا بالبيت العظيم مش القصر الملكي ولكن المحكمه من اجل السوء الذي ارتكبه. اخر فقره، ختم في حضرة الملك نفسه واقفا بين الرجال الخاصين. ده بيقول ان المرسوم ده اتكتب في وجود الملك واتختم وهو الملك في وضع احترام بالوقوف، مش وهو جالس على عرشه، وفي وجود الخاصه. مقصود بيهم مين الخاصه؟ الهيئات العليا اللي جوه القصر الملكي، كبار الوزير وكبار الموظفين واعضاء المحكمه الكبرى للمحكمه الحوت ستورت، المحكمه الدستوريه العليا. كان بالضبط كاننا بنتكلم على الوضع الحالي عندنا البيروقراطية المصرية كما هي منذ العصور القديمة. اسمها ايه؟ الحوت ورت سيس اللي هي القاعات الكبرى الست. دي اللي هي المحكمة الدستورية العليا عندهم، اللي هي أكبر من المحكمة العادية. أعلى مع هيئة محكمة.
المحكمة يمكن الالتجاء إليها في مصر كلها. بس اشمعنى ست قاعات؟ الرمزية الخاصة بستة لغاية دلوقتي لم يقم أحد بدراستها على حد علمي. ممكن يكون لها مرجعية خاصة بفكرة إنه في خاموس وفوق الخاموس واحد. منين جت فترة الخاموس؟ عشان احنا دايما عندنا اخطاء في الحساب ونتوقف لحظة هنا حتى كلنا بنعرف انه ثالوث او ثمون او تسوع. الامر اللي اكتشفته في معابد الاشمونين طول الجبل وخاصة في مقبرة بطرس الكنيسة ما بتكلمش على كده. حتى اللقب بتاع كبير الكهنة اللي درسته في الدكتوراه للكبير الكهنة الجاموس اسمه ايه؟ عظيم الخمسة. هو ما شافش في الأسمونين سمون، ما فيش تمانية في الأسمونين، إحنا اللي نكون سمون، هما خمسة. طب إيه هما الخمسة دول؟ أربع أزواج أربع أزواج وفرد. الأربعة اللي هما إحنا بنعتبرهم أربع أزواج سمون، وهم أربع قوى، وكل قوة ليها نموذج مذكر ومؤنث. فيبقوا أربعة وفيهم الخمسة. مين؟ جاكوتي ده يترقصهم. والبعض في بعض النصوص بيحطوا النفر زويس. لو اعتبرنا هذا وده عشان كده بقول لكم الموضوع لم يدرس بعد، لكن ده محاولة ليه رفيق. لو ضفنا للخمسة ده والنفر زويس يبقى احنا كده وصلنا لستة. وهم دول المسؤولين عن قوى العدالة في مصر. وربما يكون المقصود غير كده خالص. ممكن يكون مقصود مع الخمسة دول بدل أوزوريس رب العدالة نفسها معت. ويبقى العدد ستة. دي احتمالات لازم نصوص تأكدها أو دراسة مستفيدة عنها. حتى الآن لا توجد هذه الدراسة، ولكن ده مجرد اجتهاد محاولة يعني تفسيرية وتأويلية للنص. دول القاعات الستة العظمى اللي كان في حضرتها مع الوزير ومع كبار الموظفين الملك واقف وهو يصدر هذا وبيختمه ختم ملكي. ختم في حضرة الملك واقفا بين رجال التصين في سنة الحكم الثالثة عشر في الشهر الرابع من فصل الزرع في اليوم، وفي خلاف اليوم التاسع او اليوم 16 او اليوم 26، النص مش واضح، بس على الاقل احنا نقدر نتاكد من الشهر ومن العام. عندنا سنة 13 والشهر الرابع من فصل الزرع اللي هو فصل الأخذ، الفصل الرابع من فصل الأخذ. كده احنا عرضنا هذه اللوحة بكل تفاصيلها الغزيرة جدا اللي احنا ممكن نستشفها منها. بعد كده في شكل سريع تمثال مزدوج للمعمود بتاع رمسيس الثاني، بيليه تمثال اخر مهشم في الصف الامامي في الجهه اليمنى من الحديقه. التمثال الاخر المهشم هو تمثال بقاعدته على قاعده اخرى. التمثال مش معروف مين الملك اللي عمله لان الدروش مش واضحه، ولكن القاعده مؤكده انها للملك رمسيس الثاني. التماثيل دي كلها الاثنين من الجرانيت الوردي. حتى الان سلسله من الاثار من الجرانيت الوردي. هنرجع لمكان. عند هذا الجزء العلوي من تمثال مزدوج بالقمة المستديرة للملك رمسيس الثاني ووجهه مهشم وعلى يساره المعبود بتاعه بكل صمته والارقام موجوده في النص. الارتفاع 108 سنتي، العرض 123. على يسار الملك بيظهر المعبود بالشكل المهشم لوجه الملك. وعندنا نقوش غائره باسم الملك سيد الارضيه موسى مع راس الدراع. المعبود بتاعه مرتدي القدسوه بتاعته التقليديه وبقايا حيه الكوبرا الحاميه بتبرز منها، ودي حاجه نادره. بتاعه غالبا بيظهر بالقدسوه فقط. التمثال ده من القدسوه عليها حيه الكوبرا الحاميه، ودي من الحاجات اللي تعتبر نادره او شاذه. حيه لغايه بعض المعبودات، بعض المعبودات بياخدوها، بس عندنا بتاعه بشكل عام غالبا بيظهر بدونها، فدي من الحالات القليله اللي ظهر بيها. وبعد كده عندنا دقن الملكيه للملك والدقن الالهيه للمعبود،
موجودة مقلانة حوالين الرقبة وماسك صولجان بينتهي بعلامة الجد. بنجد على اللوحة في الجزء الخلفي منها مجموعة من النصوص. هنشوف دلوقتي مثلا حابب ان انا اعرضلكم النص، لانه النصوص دي ما عدا الرقبة وماسك صولجان بينتهي بعلامة الجد. بنجد على اللوحة في الجزء الخلفي منها مجموعة من النصوص. هنشوف دلوقتي مثلا حابب ان انا اعرضلكم النص، لانه النصوص دي ما عدا الاثر ده بس، كل الاثار الموجودة في المتحف زي ما نشوف ما عدا اللوحة دي. اللوحة دي الوحيدة اللي نشرها اثنين مصر، واحد مصري وواحد الماني، عبد المولر مع مرسي، هما الاثنين الوحيدين اللي عملوها. لا لا مش دكتور مش دكتور مرسي، هو برضه اسمه دكتور مرسي بس عالم اثار مصري جليل بيعيش في المانيا، كان بياتي مع البعثات الاجانب والالمان في مصر، بيقوم بمجموعه من الحفاير ورجع للتدريس في الخارج، وتوفى في التسعينات في القرن الماضي. لا انت لخبطت بين دكتور محمد ابراهيم علي وبين محمد موسى. اما هنلاقي على عمود الظهر او لوحه الظهر بمعنى اصح نص حور كارخت مري ماعت اللي هو السور القومي محمود ماعت، وعلى جانبين السرخين اللي موجودين صيغه فليعطى سعاده القلب، مش فليعطى الحياه زي النصوص السابقه، فليعطى سعاده القلب. ادي السرخ باسم الملك، وادي الحورس الاحمتين، وهنا بيكون فليعطى سعاده القلب. دي والنقش بيكمل على الثانيه ملك مصر العليا والسفلى، سيد الارضين وسمعت راس الراق والجزء الباقي مهشم كله غير موجود. اللي بعده راس حتحوريه، تاج حتحوريه لاحد الاساطيل اللي كانت موجوده في المقصوره او المعبد الحتحوري اللي بيقع في الكوب الفخري في بالقرب من الصاله الغربيه لمعبد رمسيس الثاني. لو احنا بنتجه من ميترهينا الى السقاره هتبقى على ايدينا اليمنى في قبالة جبانة العصر المنتقل الأول والدولة الوسطى اللي في موجودة برضه في كوفة. طبعا